بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. حيث ما تنسيت حو أبو وحوات وولاد دبل عليكم قدر السلام كبتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبار كل سالة يغن تهاجيتو من أركان الإيمان وهتا لا كتبتا كتبنا يا رب العالمين وكمان لا رابع مسلق النحابرتو ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ورب العالمين أوجب ديبنا با كتب قلنا آمن ميت الكتب الإمام الكتب يعني احنا الأركان بيننا ستاتا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله وإلى الآخر أدي ديبنا يا كتب قلنا تاقيت والإيمان بنزول لنا يا با ما تكرر لنا يا كمسم من رب العالمين قرآن مصحفكم مثل كرويتو قرآن كرويتو قل له كتبنا يا رب العالمين تو من رب العالمين لواتي دبا ملائكتنا قول شوية لبيلنان عقو ما برب آمنا دبا ملائكتنا آمن ولا ملائكت رب العالمين للإكا بلو قرآن اللي ديب النبي صلى الله عليه وسلم كأدي ديبا كتاب وديبا أنبياء قلنا تاقيتو ولن لركن لا سالسايتو من أركان الإيمان كان الإيمان ستة أتون بينا الأول ديب تاقينا إيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله أدي لو كتبكم مثل من رب العالمين ما أتأتى وحقتا قلنا آمن ببنا كال أي كمان إبا قرآن لمن رب العالمين لتكرر وبا توراة لمن رب العالمين دي نبي الله موسى لتكرر وبا إنجيل دي نبي الله عيسى لتكرر وبا زبور دي نبي الله داود لتكرر إلا أن كلنا قلنا آمن ببنا إجمالا لأنه كتب أربعة بيننا الفرقان دي النبي صلى الله عليه وسلم تهاجا كرا والتوراة دي سيدنا عيسى دي سيدنا موسى تكرا والإنجيل دي سيدنا عيسى تكرا والزبور دي سيدنا داود كرا إلا كتبنا قلنا آمن بنا إجمالا سأل سيد تصديق كمان قلنا تصدق بنا بأخبار القرآن لما تأبو كله إلا يعني قلنا قبلنا بنا وكالي كمان لرابعين بأحكامنا نهاية القرآن قلنا نشقي وقلنا نتمسك وقلنا نطبق لان كمان واجبنا وفهم لنايا كمان قلنا فهمنا وقلنا استسلم بنايا القرآن لضروريت والله سبحانه وتعالى لبلدي بالله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه يهدي استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه يعني حاكما عليه الله سبحانه وتعالى الكتاب كريم القرآن حاكم وحكم لنايو لا لكتب لا لسابقات إلا كلها لتكرير العلد كلها لقرآن حكم ديبا وقرآن تودحنا بلسالنا وقرآن تو لا مهيمن ولا مسيطر لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين ما تأبوا النبي صلى الله عليه وسلم كربوا وآخر كتبته والإيمان بكتب ثمرات به ولا ثمرات لنا ميتة بيننا من قبل حتى أولا عناية الله سبحانه وتعالى بعباد لنا يكفر رب العالمين أنطفى بنا وكفر رب العالمين بدل مساك التركينا وخلقينا كتاب أمطاقنا ودستور أمطاقنا بلن أتهدي بلن نشقي بلن نتحاكم بلن آمن بلن أنقيد أبو لأنقيس قال إيد كمان لعلم لشرعي كفوت ميت لناس بنا الأحوال لناينا كل رب العالمين رتبها قلنا كلنا رتبها قلنا ونظمها قلنا ووجهها قلنا وقلنا اتبعها وقلنا ننسى منها ولا نهيني الله سبحانه وتعالى بيلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إلا با كتب لا لتتعلق أشياء بكتب لا تخصص أشياء دي بلا تهاجينا كتب من رب العالمين تاغينا وبا لن آمن بنتن يعني لركن لسال سايتو ما بيلنا يكوني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله هذي دي بنا يا رسول قلنا متعاد ورسول يعني منتب ميتو معنا رسول الرسل جمعنا يا رسول ورا رسول بلو قلبت حام رسول بولم بمعنى لؤو مرسل يعني الله سبحانه وتعالى لأكيو رسول تبل مرسل تبل مبعوث تبل واللي قل ميتو لا مراد لا من رأينا رب العالمين قل بلق قل بشر بشرع وأمرنا تبليغ من رب العالمين وأول من لأك نوح عليه السلام وآخرهم
نبي محمد صلى الله عليه وسلم من الرسول أول رسول رب العالمين لا كيو نوحته وآخر رسول وخاتم الأنبياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبينا قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ودي بصحيحنا على الإمام البخاري رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم ويقول آتوا نوحا أول رسول بعثه الله وذكر تمام الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى في محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي يعني ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال الله سبحانه وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير إلا الله سبحانه وتعالى لأنها لا أي أمّة تمتلك نذير كذب نذير بمعنى أن قال لبل إنذار اللهيب منها كيت منها مكرهات دق قال لبل رسولته بشير بخير ونذير منها شر نذر وأمو النبي صلى الله عليه وسلم ربي بس ميت الزكريو كم سر خاتم الأنبياء والآيات لا ذكرناها قبل شوية لدليل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ها ونا ينوح كمان لذكرناته والله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا يعني رسول الله سبحانه وتعالى كم سلم لك يوم قلنا ولأولهم بأننا نوحته والآخر لنا يوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء سيد الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم وعزم ورد بامتم ورب العالمين بيقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون والله سبحانه وتعالى لبل قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دون الله ملتحدا يعني إلا خصائص لنا ناي أنبياء لحمه ميتو نبرة بلعو كبد قدام قيسو إلا كلا الله سبحانه وتعالى بتفاصيل ذكر يعني قلنا ولبل والذي هو يطعمني ويشفين وإذا مردت فهو يشفين توم بشرتم رب العالمين خلق يوم رب العالمين صفات خاصة يوم بلعو ستو سكبو لهدو كمسليناتهم لكن الله سبحانه وتعالى نزه يوم والله سبحانه وتعالى من نعمت كلما أصطفى يوم واختير يوم وبلد رسالات خاصة يوم والله سبحانه وتعالى قادر في ملكوته فلا نقل ما اختيارا قلت بل يتقدر لأن الله سبحانه وتعالى قادر دي ملكوته وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين لا يعني ولا واحد حتى رب العالمين ترى لا تعملني ورب العالمين ترى لا بل عني ولا ستيني وحمامكم قبلت لا شفيني ورب العالمين ترى ما يتني لا ما يتني ورب العالمين ترى الحاييني لا لبلتو ودي بحديثنا النبي صلى الله عليه وسلم لبل إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لترسع أنا ترسع أنا كم سليكم بشر أنا فترسعكم قبي أفقدوني أذكروني ذكروني تبص صلى الله عليه وسلم ولا صفات لنا يوم أمرت يعني النبي صلى الله عليه وسلم من عباد على يعني من أمثلة يعني رب العالمين دي بزح ذكر يوم في نوح إنه كان عبدا شكورا ودي بالنبي صلى الله عليه وسلم قال نوح رب العالمين زكريو اعتبره عبد شكور على وقال النبي صلى الله عليه وسلم كمان بصفات زكريو النبي صلى الله عليه وسلم تبارك الذي أنزل الفرقان على عبدي ولم ليكون العالمين نذيرا دي محمد صلى الله عليه وسلم كمان إلا صفات ودي بإسحاق ودي بإبراهيم ودي بيعقوب رب العالمين زكريوم وصفات زكريوم واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ودي بعيسى كمان النبي صلى الله عليه وسلم ودي بعيسى كمان رب العالمين ذكريو إنها إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل يعني إلا مدحنا الأنبياء
نبي كاين بتفصيل بعد طب دي لكن احنا الايمان برسول ترى حزينا على رب العالمين كم لكمتو واولهم منتو اخرهم منتو وصفاتنا يوم ميتهم اللي تلاقينا للهمم هذا الايمان بقول الرسول يعني اربع سنعات للدمن حتى الايمان بان توم من رب العالمين كم سلمات امتم قلنا امن بمبنا وكلهم وقلهم بهم لي الامن يعني يعني باجماع للرسول باورا منهم لي الامن كم سلم باجماع لي اماناته كذبت قوم نوح المرسلين فرب العالمين كلهم جمع يوم وقم سلم بالله فدل يوم والنبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين بالله فدل يوم كذلك و لنا قلنا انبياء وقلنا رسل لا تهاجينا دي بنتن بالله يعني اخر دليل قلنا بطرد ديبوتو ان انتم الا الله سبحانه وتعالى بيلا قلنا مكذبين يوم ان انتم الا بشر مثلنا اتريدون ان تصدون عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله إن رب الألاك هنا هنا سلطان ألبنا ومسليكم بشر هنا لبيلو أنبياتهم رضوا أنا عليهم صلوات الله جميعا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.